أرخص واقي شمس في العالم، تمنه 6.5 جنيه، هو كريم زنكوسين، بيستخدم في الأصل التهاب لعلاج التهاب حفاضات الأطفال، في مادة أكسيد الزنك الغنية عن التعريف في علاج أكسدة البشرة، كمان فيها حماية حلوة جدا من الشمس، وفي مادة البانسينول المرطبة للبشرة، بيستخدم كبديل لواقي الشمس أو تحته بطبقة، بيدهن في الشمس عادي جدا، وفعلا عن تجربة بيحافظ على البشرة جدا من حروق الشمس في الصيف، وواقي الشمس قوي جدا.